كانت أمي تقوم بغسل الملابس، وقرايبي دول كانوا بره بيلعبوا وانا كنت جنبهم. خدوا بالكم من سلمى يا عيال، في عينينا، ناخد بالها في عينينا سلمى. فقاعدين في قعده صفا بيفكروا، مش لاقين حاجه يعملوها، مش لاقين العاب تقريبا يلعبوها. فقالوا ما تيجوا ما نشوف سلمى هتفرقع زي الفشار لو رميناها في النار ولا لا. فواحد قرر يمسكني من ايدي والتاني من رجلي، شيله بيله هيله هوب، وقاموا حاطفني في النار. قالوا لها الحقي رمى سلمى في النار. لا والله هو اللي رمى سلمى في النار. ومين سلمى؟ مين اللي في النار؟ يعني ايه رمى سلمى في النار؟ يعني ايه الجمله؟ فطلعت بقى تنتشلني من النيران، وهي بتنتشلني طرطوفه القميص من هنا اتجى عليها نار، النار مسكت فيها، قامت موقعه حته قماش فيها نار على الحته دي، فبقت هذه الحته بيضاء. الباقي بقى كان صهد نار عادي، اصل كنت لسه صغيره فجلدي بيتكون فقام كرمش. بس الاحداث دي كلها انا غير مدركه ليها نهائي ولا متذكرها. بالنسبه للارياف عندنا التمثيل ده ايه؟ ما ينفعش. من اصعب الحاجات اللي عدت عليا في رحلتي في التمثيل كانت اقناع اهلي. انا كنت رافضه للاخر لقطه ان انت هتمثلي، واحنا عندنا عادات وتقاليد معينه ما كانش ينفع نتخطاها. لما اتخانقتي مع خالته عشاني قلت له لا سيبيها هتروح المعهد وهتروح تمثل. إيه اما تكون انت عايشه معايا طول عمرك وانا بالنسبه لك الاب والام والاخ والصديق وكل حاجه، فكان ده المحور الرئيسي ان انا ارفض واقول لك لا. عديت بمشاكل كتير قوي وصراعات ماديه كتير جدا. فاكره لما ماما ما كانتش راضيه تديني فلوس بس انت اديتيني. فاكره اول مره شفتك فيها بتمثلي امتى؟ لقيتك ناجحه وعندك شغف. لكن لما شفتك على خشبه المسرح بقى انا حسيت بقى ان انا هظلمك، حسيت لا البنت دي حاسه ان فعلا ده حياتها بحق وحقيقي. احنا هنا في قصر ثقافه المنصوره، المكان اللي فيه احلام كتير قوي محدش يعرف عنها حاجه، وهنا اتعرض عروض كتير جدا كنت اتمنى الناس كلها ان هي تتفرج عليه. قصر الثقافه هو اخر مرحله انا وصلت ليها قبل البرنامج، وناس كتير كتير مننا حاولوا يسافروا القاهره، يروحوا اوديشنز، يروحوا كاستنج. انت ما حكيتي لي على البرنامج ده، قلت لي كان واثقه فيك وجربي يا سلمى. طب وهتقولي لاصحابك اتفرجوا عليا؟ احتمال مش اكيد. انت فاكره يا سلمى باباكي ميت بقاله كام سنه؟ يعني اكتر حد في الدنيا كان بيدعمني من وانا صغيره، كان بيحب يشوفني منطلقه. ان الاب يبقى موجود دي حاجه تانيه، يعني كان نفسي يشوفني على التلفزيون وانا بظهر في البرنامج لاول مره، ويا رب يكون فرحان بيا وفخور بيا، ربنا يجمعني بيا في الجنه ان شاء الله على خير. أنا خطيبي قبل ما يتقدم لي كان عندها مشكلة إن هو ما كانش عارف يجمع حق الشبكة. أنا قلت له ما تقلقش وهحاول أهندل الدنيا في البيت وكده. فلما جيت أقدم ماما طلبت منه دبلة وخاتم وإسورة زي بنت خالتي. فهو قال لها أنا مش هقدر أجيب غير بس الدبلة والخاتم بس، وعد مني يعني ده هيبقى في قراءة الفاتحة وفي الخطوبة أنا هجيب لها إسورة هجمع حقها. كان كل شويه بقى لما يجي لنا في مناسبه او كده تقعد تقول له ايه بنتي لسه فاضيه، يعني كل ما نروح فرح او كده يا عيني ما انت ما عندكيش اسوره تلبسيها. فهو اشتغل وتعب فعلا، وكان كل ما يجمع حق الاسوره بتحصل مشكله عنده. يعني اول مره جمع حق الاسوره بابا تعب جدا فاضطر يدفع الفلوس فيها، تاني مره حصل له دروب في الشغل اضطر انه يشيل تكلفه بسبب المشكلة حصلت له في الشغل. فهو في مرة واحنا خارجين وكده قاعد يتأسف لي كتير وبتاع، وهو كان في حد معدي بيبيع البريسلتس دي، فهو جاب لي واحدة ولبسها لي وقال لي وعد مني والله العظيم أنا هجيب لك أسورة مكانها ذهب ودي عشان بس إيه إيدك ما تبقاش فاضية أو كده يعني، وجابها لي. وبعدها الحمد لله الحمد لله الحمد لله اشتغل وجمع حق الاسوره. بس الصراحه خلاص كانت دي بقت ذكرياتها احلى بالنسبه لي، فانا ما لبستش في الاخر الاسوره الذهب ولبست البريسلت دي.